حصل فعلا او لا، فضيت وانا تلاته لاخويا وجت الاسعاف شالتها وودانا المستشفى. نعم يا فندم. مناقشات زوجيه يا فندم وموضوع التطور يعني. خلاف يا فندم انك بتاع العالم في حد ثاني. عرفت مين هي يا فندم؟ اتكلمت معايا لما ابتديت اسمع كلام بينها وبين امها، ابتديت ان انا اسالها فيه. يا فندم هم يقولوا لهم عايزين اللي كنت عايش معاه مش هم اللي كانوا عايشين معاه. نعم؟ لا يا فندم اكيد طبعا، لما انا عرفت وكلمتها مره واثنين انكرت لحد ما اتاكدت برضه منها هي. قالت لي عن العلاقه اللي جرت بينهم يا فندم. ده كل حاجه حصلت بينهم يا فندم تقريبا، وكلامها بينها وبين امها كان مطابق للكلام اللي سمعته. ايوه كل حاجه يا فندم جرت بينهم. انا اسف فندم مش هقدر اتكلم فيها على عام يعني، لو حضرتك تسمح لي بس خاصه اقدر اتكلم فيها مع سيادتك. ما اعرفش يا فندم كانت نايمه في ايدي او لما راحت المستشفى. الكنسة النهائية عن المعطرة على قضاء البراءة تأسيس العلم انتفاء أرقام جريمة القتل ركنها المادي والمعنوي، وأن الواقعة تمثل جريمة الضرب أفضل الموت الواردة بالمادة 236 من قانون العقوبات، كما دفع الحاضر انتفاء سبق الإصرار بركنين النفسي والوقتي، كما دفع بعدم تجديد التحريات وعدم بطلان الاعتراف الوارد على انسان المتهم نظرا انه ولي اقتراع معنوي. انا عامل استشهاد جبت في هذه القضيه ليس طالبا ان اخذ حق احد، ولكن جئت لاطلب حقي وحق المجني عليه الصلاه. هذه الجرائم بدات في هذا المجتمع تنتشر بشكل بشري، ونظرا لما هو
مستشار، لما اجي اتكلم في سبق الاصرار وسبق الاصرار حاله ذهنيه تخضع للهيئه الموقره وهي الكفيله برقابتها. فمعالي المستشار لما محكمه النقض بدات تعرف سبق الاصرار قالت انه بيتحدد باعداد الوسيله وعقد خطه. انا فنان عشان ابدا من الواقعة اللي انا فيها النهاردة، هي واقعة قبل ان تكون غريبة على مجتمعنا، هي واقعة مشرفة للشفقة، عندي شفقة فيها، شفقة على طفلة ولد فقد امه ويكاد ان يفقد ابيه. يا معالي المستشار، هذه الواقعة لو هنبدأ دراستها من اول القضية لحد اخرها، هبدأ من يوم ما بدا الودان يعترف بتحقيقات النيابه العامه وبدا يقول ان كان في مشكله بيني وبين مراتي اول الجواز، ايه سببها؟ ايه سبب المشكله دي؟ مشكلتها يا ريس من ظهر او زي ما الكلام ده عيد اخوك عيد شقيقك في الاوراق، لان كان في مشكله اللي كانت بتتكلم واحنا عليها، ودي المشكله البشعه، المشكله اللي احنا فعلا اللي هي المفروض ان المحكمه تتصدى لها في الاوراق في كل القضايا اللي موجوده امامنا عليها. يا ريس لا انا مش بتكلم، ده انا بتكلم عن ماده، انا مش بتكلم في القضيه دي، انا مش بتكلم في القضيه دي. يا ريس انا عندي حد اما يكون راجل، انا اسف يا فندم. معلش يعني الموبايل هنا ما بتكلمش يا ريس على النت، بنتكلم واحد جوزها والكلام ده حصل بابوها وراحت باخوه واخوها راح واتجننت وقعد شهر ولا شهرين وراح حل المشكله. الكلام ده يا ريس، انا يا ريس ان انا مهم عليك النهارده، انا ابني اتولد بعد 30 يوم حصلت الواقعه. يا ريس انا اكاد اشك فيك وانت مني، ده يا ريس ده ولد اتولد، انا دلوقتي ساعه ما يجي لي ولد انا بقول ظهري اتسند. مش هبدا اقتل مراتي، انا اتشككت في اقرب ماليه، اتشككت يا معالي المستشار معلش الرجوله او النخع يعني معلش الطبع الشرقي اللي احنا فيه، اما اكون ابني وشاكك فيه اوصل لمرحله ايه؟ ايه المرحله اللي اوصل فيها اكتر من كده يا معالي المستشار؟ المرحله دي ايه اللي وصلني ليها؟ ما هو المرحله دي ليها اصول، انا مش هبدا من ان انا هقتل مراتي من باب القضاء يا معالي المستشار، المرحله دي بداتها المجد عليها على رحمه الله يا معالي المستشار، بدات ان هي بتكلم واحد في خلال اول ست شهور من واقعة الزوجيه، يعني من العلاقه الزوجيه ست شهور والاقي مراتي بتكلم واحد كبير. وابدا اروح حل المشكله، وابدا ان انا اتطور ان انا احاول الم الموضوع، انا لسه ما كملتش ست شهور، احاول ان اقول ده ممكن يكون غلط حصل بدون قصد واحاول الم الموضوع. فبدل ما انا اتكلم بقى في واقع القضيه نفسها واقعه القتل او واقعه سبق الاصرار، انا معايا المستشار انا اقعد ست شهور ويحصل مشكله واروح احلها وبعد كده تبدا عمليه الولاده وابدا اواجه مراتي اللي حاسس بقدرها او انا حاسس ان الموضوع ده بدا معاها انه يتطور لمرحله زنا، وانا ما بتهمش حد بالزنا، بس انا بقول اللي هو وصلني للمرحله دي ان انا بقى من بين القضبان، انا ولا ليا ثواب ولا ليا واقع قبل كده، ولا انا اصلا مسجل عشان ابدا ولا انا بتعاطى شيء. الموضوع كله يا فندم ان انا عندي طفل بتاكد منه، ده ابني. ابني ده هو ده معلش حياتي اللي انا ببني عليها حياتي الجايه. ابدا يا فندم بقى في واقعه القتل. الموضوع يعني لو احنا نبدا في حاله سبق الاصرار، سبق الاصرار نفسه انا فندم دي زادت قبل بعد الولاده باسبوع، بعد كده راح ردعها. لو انا عندي نيه القتل، لو انا فعلا عايز اقتلها مش هردعها عشان خاطر ان انا مثلا لما احل مشكله اول ما اتجي ابدا اخلص الموضوع. لو انا عندي سبق الاصرار، انا سبق الاصرار ده فندم حاله هادئه اقرر واصمم وابدا اخطط وابدا يا فندم ادور على الوسيله اللي انا اخد بيها جريمتي واموت بيها. لو فندم حضرتك تلاحظ في واقعه القتل نفسها ايه الوسيله؟ وسيله المتهم ايديه. لو فندم بقى من نفس القضيه المستقره ان انا فعلا عليهم نيه القتل، الست دي كانت نايمه، ابني اللي النيابه العامه بدات تقول ان هو كنت برتب بالجريمه دليلا على ان انا طلعت ابني فوق لجمال لاخوه ربيع على اساس ان انا ابدا انفذ واقعتي. تجي يا فندم لما اتسالت الشهود واتسالت الشهده اللي هي زوجة شقيقه قالت لا ده انا الولد طلعوه لجمال الساعه 6:30 صباحا وطلعوه لي قال لي بايمان تعبانه لو سمحتي خليها تضعيه وحاولي برضه في الاول وفي الاخر انا لسه ما اتصلتش في الموضوع.
نزلت اللي هي زوجة شقيقه، نزلت للمجني على قالت لها انا تعبانه شويه واخد ادويه، قالت لها اجيبك اخد وزني يوديك للمستشفى. قالت انا عندي ادويه ليه هي النيابه دللت ان انا عندي سكر اصرار، يعني النيابه دللت بواقع قرار لحظه الطفل لاخويا ان ده بقى سكر اصرار. طيب الواقع ده الكلام ده كان الساعه كام معانا المستشار؟ الواقع ده كانت الساعه 6:30. الواقع حصلت التاريخ او الوقت اللي بدا ان هو يقول او المتهم في اعترافاته بيقول الساعه 10 حصلت الواقع. طب ايه الواقع في المقتل نفسها قبل اوصل لمرحله القتل؟ انا دلوقتي لما بتكلم في النيابه العامه واعترافات المتهم في النيابه العامه بقول انا بقالي فتره بيراودني الشك وكل يوم بسالك يا بنت الناس رحميني، انا سمعت كلام من والدتك وسمعت كلام يا فندم ابن ادم منا اللي بوصل للمرحله دي مرحله الشك. فقر الناس دي اي شخص طبيعي يوصلوا لمرحله تمام خلاص ما بقتش ان هو يقتل، بس انا مش بوصل ان هو يقتل، مش ببرر القتل، انا ما ببررش القتل. انا قلت لك يا فندم انا جاي مش عايز حاجه في حقي، بس انا بقول للمعنيك ان انا لو انا مرتب، لو انا فعلا عدلت الوسيله، قعدت فعلا جريمه، عندي نفس هدقه ومستقره، هبدا ادبر اموري، هبدا اموت واخد جثه وهبدا اشيلها في مكان، وده بقى فن سكر اصرار، بعد خطه كامله، خطه كامله للقتل. ده يا فندم وحضراتكم اللي اتعلمنا كده في محكمتكم، نفس هدقه ومستقره، نفس تفكر على الرويه، نفس تبدا يا فندم تدبر في موضوعها وتدبر في موضوع القتل، وتبدا ان يقول انا ما بقولش ان هو ما قتلهاش، او انا اسف معلش انا مش جاي اقول الكلام ده عشان اخد في حق المجني عليها، انا يا فندم بقول معلش انا في الحاله اللي وصلت فيها، ايه اللي وصلني للقضبان ده؟ ايه اللي خلاني اوصل للقضبان دي النهارده؟ اوصل ده انا اخليه معلش انا اسف بكل المقاييس، مع احترامي لكافه القوانين، مع احترامي لكافه الاجيال. ايه الشك اللي وصل فيه ده؟ ما وصلش لحاجه زي كده. ما وصلش لحاجه صغيره، شك هو حاجه جديده. النقطه الثانيه يا فندم هبدا بقى موضوع القتل نفسه او في شرح المتهم او في شرح النيابه العامه ان الواقعه تمت ازاي. دي او في تمثيل الجريمه للمتهم قال ان البنت دي كانت نايمه او ان طرفيها لها رحمه كانت هناك نايمه. وابنها طلع فوق الساعه 6 بدات انها تقوم الساعه 10:30. لو انا عندي نيه القتل وانا عندي نفس مش هائجه، مش نفس هائجه، مش نفس معلش يا فندم مسيطره على افعالها، وحضرتك مسيطره في الكلام ده ان انا يبقى مش دافع الانفعال قدامي، الانفعال والوهله الاولى دي ما يبقاش جاي الا من نفس هادئه عشان عندي صبر اصرار ويبقى عندي فعلا وقعه القتل اللي انا ناويها. واحده نايمه قدامي وانا عندي دي انتخابات يا ريس، هقوم بسكينه اموتها، هقوم بسلاح اموتها لو انا عندي دي. مش هستناها لما تصحى وتصوت، مش هتستناها لما تصحى وتطور، هحط لها سم في الاكل، هبدا اعمل اي شيء ووسيله عشان اخلص على المجني عليها لو عندي تدبر وعندي حكمه. مش هفضح نفسي واطلع اخبط على اخويا الحاج، يا اخويا الست ماتت، مراتي ماتت. يبقى انا فين الحكمه هنا؟ فين التدبر وفين تعداد الخطه وفين المناسب؟ معايا المستشار الواقع حصلت على انهيار نفسي متراكم متراكم من ايام عده ومن شهور عدة، ولا انا يا فندم اعزك الله انا حاولت اصلح بيتي مرة واثنين وثلاثة، ما قلتش ان المجني عليها سيدي الصبح عشان يا معلم المستشار هي في دار الحق ونحكم في دار العدالة، بس انا يا فندم النهارده بقول لحضرتك اديني حق. ايه هو حق؟ حق ان انا فعلا ما كنتش عندي تصميم ان انا اقتل، ما كانش عندي تصميم ان انا اقتل بيتي، مش عندي تصميم ان انا اقتل ابني. مين المستفيد؟ يا ريس مين المستفاد في الواقع ده؟ ايه الاستفاده اللي هتوصل للمجني عليه المتهم وللمجني عليه سواد؟ مين المستفاد؟ ولا ده يونس ابنه رائع سبحان الله هو اسم مسمى لا بطل الحب والصلوات ولا اب ولا ام، هو فعلا بقى واحد في الدنيا. ايه المستفاد في كده؟ المحكمه تسال يا جماعه المستشار انا بدي فعلا حاولت الهم اكثر من مره، حاولت اوصله لبر المجال، بس اقدر ان انا اقدر اقول المعايير او الحاله اللي انا حاولت ان انا اتكلم فيها مع المتهم النفسي هي فعلا الحاله النفسيه وصل لدرجه مش قادر اسيطر فيها على فعلا. ودليلي ان انا بغلط والم الموضوع واغلط والم الموضوع
فهمتش من الاخر. عندي معاليك يعني او راي معاليك في الدعوه المولود طلقها. انا ما جزمتش. انا ما جزمتش. ما كنتش عادي من الخطه ولا الباقي. ما كانش عندي الوسيله ان انا اعمل كده. رئيس حضرتك معلش انا رن عليك بحضر سيدي صلوات من ايام محمد بن الخطيب. يا اما بنمر على معاليك ايام قتل بابشع المناظر. لو انا فندم يعني التدبير او احنا بنشوف من كتر الضرائب لو انا شخص مؤمن لو انا شخص مصمم على ذلك سلاحي اول حاجه عارف وظيفتي الوسائل ومحكمه المرضى قالت كده ومحكمتهم قالت كده قالت ان انا عشان اثبت صدق الاصرار اللي هو عندي هدوء وعندي تدبر السلاح خلاص انا راح اموت انا مش راح اهزر ما انا يا فندم اقوم واقعد قدامه على الكنبه وبعد ما اقعد قدامه على الكنبه ابدا اتكلم وهو يبدا يبص لي ده كلام تمثيله وتصويره للجريمه ويبص لي وهو مهجم عليها اضربها النفس بقى في الوقت ده حضرتك اللي تقدر تقيمها انا ما اقدرش اقيمها حضرتك اللي هتدي الحق لاصحابي انا معليش غلط انا فندم بفوض الامر لله ثم المعاليه لان حضرتك اللي هتبدا تدي اللي في الامر ده حقها والراجل ده حقه ما هو ده الحق احنا مش طالبين غير الحق هدي نفسها الكابنت نفسها ده يا معلم المستشار ما يستغرقش انا عايز يعني اسف يعني الموضوع ما ربنا قضيه هو امرا مطليا خلاص ما تاخدش وقت هو خلاص واجد ان الطفل يتقدم وزوج يخش السجن وابن وزوجك تروح الى المحكمه فاصبح القضيه النهارده لما اجي اقول يا فندم ان انا متوقع تمثل الضرب افضل لموت انا يمكن الورق ما سمحليش ولا المتهم باقواله سمح لي ان يبقى عندي رصيد اكتر من اللي انا احكيه لان رصيد العلاقه الزوجيه هو رصيد من الزوج سر من الزوج وزوجته ما فيهوش اكتر من كده فانا عشان ادور على الحقائق مش لاقي حد يبدا يبقى شاهد قدامي يدللني لما ليس اخوه يتسجن في الاولاد، ايه اللي حصل معاك يا ربيع؟ ايه اللي علاقتك بالموضوع؟ يا ربيع ايه اللي يحكي في الموضوع ده؟ ده الكلام ده في سيد وكيل النائب العام بيطلع يساله. ايه الموضوع معاك؟ قال والله الست دي بنت كويسه جدا بس هي حصلت واقعه ان هي كانت بتتكلم واحده وجوزها مسك وبدات الخلافات من هذا الموضوع. اما اجي ابوها يتسجن ودى الموضوع في مكان بعيد جدا. ايه هو الموضوع؟ قال لا استحالته الماديه. استحالته الماديه دي. انت بتخفي ايه ورا الكلام؟ بتخفي ايه ورا الموضوع؟ ليه مش عايز تقول تواجه الحقيقه؟ اما انت عارف ان بنتك راحتك مقبوله مره واثنين بسبب الموضوع ده. اما اخوها اتدخل وابوه وحاول يحل الموضوع ده بينهم اكتر من مره. انا بحاول على قد ما اقدر ان انا الم بيه. يكفي الموضوع ده ليه؟ لما الموضوع ده كان لسه داخل منها في البول وبدات ان هي خلاص انا اسف تقيد تقيد السيد الرئيس تقيد ان انا ما تطلعيش الا مع مرات اخوك ما تنزليش الا بشكل اخوكي مرات اخ زوجك وتبدا بقى تمشي ايه بالاصول الفرعيه عشان احنا بدا الشكل هذا الشخص وهذا المتهم المسؤول بالقضاء لما يجي ويوصل للحاله دي في حالات شخصيه مش قادر اتكلم فيها انا مش عايز اوحالي للمحكمه هو انا ما اقدرش اقولها لان ماليش نصيب فيه. هبدا بقى معلش انا اسف. يعني في تفسير بسيط. تفسير بسيط لما هو متخيل له او ان والدته اللي كانت بتتكلم مع والدتها ويبدا يقول اصل هو ده مش راجل. كده في موضوع. في موضوع يا ريس. انا اسف انا ما بلمعش ما عنديش حاجه بس انا بتكلم عشان اوصل للمحكمه كل ما عندي للمحكمه الامر اللي اسمه ايه. ايه في موضوع؟ اصل هو انا مش راجل، انت شايلتيش انا مش بتاعته، ده كلام المجتمع، انا بحكيك على نفسي. انا ما عملتش غير اني بحكيك على نفسي. فلما اقول كلام انا ما بحبهوش. بس الناس لما تجي في واقعه زي كده مش بتخاف تقول الحق، بتخاف ان تطلع فضايح. بتخاف ان حاجه عندنا برضه مجتمع شرقي رئيس وحضرتك يعني اعلم بيه مني. في حاجه اسمها فضايح. في حاجه ايه اللي يخلي زوجه بعد 6 شهور يحصل معاها وقعه كلام؟ انا ما بشككش فيها حاشا لله والله بس انا بتكلم على كلام المتهم.
وبتقول لامها تفسيره هو كلامه بقول والله دي قالت لامها انت هتشيلني شيله مش بتاعتي مش هو اللي مش راجل يا ماما مش هو اللي مش عارف ايه بجد يا ريس في سر مكنون انا نفسي حاولت اوصل للمحتاج في الدراسات السابقه انه يفسر لي الموضوع يا ابني طب فهمني انت عرفت الموضوع ده ازاي يا ابني ايه اللي وصلك للمرحله دي يا استاذ مش هقدر اتكلم في الموضوع يا استاذ مش هقدر اتكلم في الموضوع ليه سبب قال لي هو الموضوع ده لو معاك حرام وسامحها وانا خلاص موضوع انا كل الموضوع اللي انا شاكك فيه طب شاكك فيه انك ليه؟ انا شاكك لان مفيش علاقه زوجيه بنفس الطريقه او بنفس الليل مفيش علاقه زوجيه ازاي يا جماعه؟ قال لك مش في علاقه زوجيه يا استاذ وكان عندي تعب معين لان انا كنت حصل لي حادثه كده ده كلام اللي انا قدرت ده اللي انا باخده من على شكله بالعافيه بالعافيه فاللي يوصل ذوق امام المحكمه الموقره يقتل زوجته وهو ما يكونش عارف خطوره المدى اللي هو فيه مثلا كده هيقف في الموت هتعيش هروح الحبس وهو بقى قدم هو ضد الدرجه الطبيعيه لو انا كان عندي تدبير وعندي نويه ومشاك مش مراودني ومخليني في حاله فوق الغضب كنت اكتب الفلوس خلاص يا سيدي معلش يا سيدي طفل صغير بيغلط طفل بيغلط من باباه ومامته يحاول يخبي الحاجه اللي قلت محل بقى واحد موت زوجته وعايز يلحقها بالاسعاف اطلب لها الاسعاف تعالى الحقها البنت ما بتردش هذا اللفظ انا ما بقولوش كده انا بقوله من كلامه البنت ما بتردش الحقني هل هذا الشخص كان في حاله من الوعي حاله من الاضطراب وسناء معلش يا فندم انا اسف انا بقول لكم ده القانون صدق الاصرار اللي انا بحاول ان انا معلش هو ده يعني تمنيه في القضيه دي ان انا الفي صدق الاصرار فعلا هو التفكير الهادي في الجريمه تفكير هادي في الجريمه لما تيجي النيابه العامه تقول ان هو قاعد طول الليل ويفكر في كلامه الزمني وحضرتكم في احكام محكمه النار واحكام العليا في محكمه الجنايات قالت ان الموضوع الزمني ده مش موضوع الموضوع النفسي هو اقوى ركن في صدق الاصرار لان ده اللي بيمثل النفس بيمثل ان هو يفكر وتبدا احكامكم العظيمه واحكامكم اللي احنا بنتعلم منها لحد وقتنا النهارده تبدا تقول لازم يكون في قرار في صدق الاصرار لازم يكون في بيانات لصدق الاصرار لازم يكون في دليل لصدق الاصرار ليه؟ لان صدق الاصرار هو الركن المشدد في الواقع هو اللي بيوصلني للعقوبه وبيتفق ان الصبر العقوبه ده بناء عليه يا ريس او يعني احنا بنطلق الامر للمحكمه بس قبل ما امشي انا فندم عارف ان المتهم سيد امين وعارف ان حكمكم هو العدل وعارف ان ده هو قرار ربنا في الاول وفي الاخر بس يا ريس انا مش طالب بالحق لان فعلا استنى هو حصل منه الواقع دي شرط الطرق بس هو اي واحد تاني